النحات أبانوب غالي هو نحات وفنان متخصص في فن النحت بالرمال. احترف هذا الفن واحترف أيضا تجسيد شخصيات فرعونية وتجسيد جداريات بحرفية شديدة جدا. أبانوب كان في البداية بيحب أنه يرسم، بعدها ابتدى يجرب تجسيد الرسومات دي بالصلصال، وظهرت موهبته بصورة أكبر في النحت بعد التحقه بكلية الفنون الجميلة واحترافه للنحت على الرمال وتجسيد الحضارة الفرعونية والشخصيات الشهيرة. خلينا نتابع. مجسمات فرعونية وواجهات معابد نحتها الفنان أبانوب غالي صاحب الموهبة في النحت بالرمال، والذي بدأ موهبته بالمجسمات الصغيرة حتى انطلق بنماذج لواجهات المعابد والتماثيل كبيرة الحجم. امتلك أبانوب موهبة الرسم منذ صغره، والتي بدأت بالرسم على الورق ومن بعدها التجسيد بالصلصال للتعبير عن موهبته وتشكيل بعض المجسمات التي يراها بطريقة غير مكتملة، حتى قرر الالتحاق بكلية فنون جميلة جامعة الأقصر لتطوير مهاراته بالتعليم واحتراف الفن بطرق مختلفة. تمثال أبو الهول وحتشبسوت وتوت عنخ آمون وغيرها من المجسمات التي نحتها أبانوب وأثبت من خلالها التعبير عن موهبته الدقيقة في النحت بواسطة الرمل والمياه، حتى تمكن من نحت تماثيل قناة السويس الجديدة وعمل جدارية رفاعة الطهطاوي وبوابة الدخول والخروج لمعبد أبو سمبل ومعبد إدفو في أسوان ولوحة أنوبيس يدفن الموتى داخل هرم. يعمل أبانوب في متحف الرمل بالغردقة التابع لمحافظة البحر الأحمر، ونفذ هذه التماثيل بناءً على طلبات منه، حيث يستغرق التمثال الواحد نحو 15 يوماً نظراً لدقته في النحت والتعامل بالماء والرمال.